ينضم هنا مشاهدينا لنا في الاستوديو الصحفي الكاتب عبد الله بجاد. مساء الخير، اهلا بك معنا في استوديوهات ام بي سي. يوم مصاب جلل، مصاب أليم، يوم كئيب وحزين يخيم على دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، ما الذي تقوله بداية وكيف تستذكر أستاذ عبد الله شخص الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؟ ما في شك أن يوم حزين على دولة الإمارات العربية المتحدة، على دول الخليج العربي، على الأمتين العربية والإسلامية. الشيخ خليفة رحمه الله كان إنسانا رائدا وكان قائدا مميزا، استلم رئاسة دولة الإمارات من ولد المؤسس الشيخ زايد رحمه الله بعد اكتمال مراحل تأسيس الدولة، وقاد باقتدار مرحلة التمكين لهذه الدولة. ولذلك كل مسيرة الإمارات الحافلة بالإنجازات كان الشيخ خليفة رحمه الله شريكا له فيها، عضدا لوالده الشيخ زايد ووليا لعهده ويدا يمنى له في كامل مسيرته. ثم استلم الراية لما يقارب 18 عاما نقل فيها دولة الإمارات من مرحلة مميزة إلى مراحل من النمو والتطور والمبادرات السياسية والإنسانية على كافة والاقتصادية على كافة الصعد، وهو يسلم اليوم الراية لمن خلفه من قيادات الإمارات وأبناء الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله. المهم في مثل هذا الحدث الجلل وهذا المصاب الجلل أن يعرف الناس قيمة الدول المستقرة التي يبنيها القادة المؤسسون ويقودها القادة الأقوياء الذين يستشرفون المستقبل، أن الدول راسخة وأن الاستقرار ثابت وأن الاستمرارية هي نهج لا يتزعزع. ولذلك في بعض دول العالم في مثل هذه اللحظات المفجعة ينتج عنها خلل في الأمن أو زعزعة في الاستقرار، بينما نجد الانتقال السياسي في دولة الإمارات يمر بسلاسة كاملة وبراحة وطمأنينة لكل الشعب، ربما لكل لهذا المقيمين. نقول يعني مقيمين ووافدين على هذه الأرض الكريمة، الحمد لله دائما وأبدا على نعمة الإمارات. أستاذ عبد الله، أي صحيح، ما في شك، وهذه نعمة الأمن والاستقرار لا يدركها كثير من الناس. للأسف أحداث التاريخ ومصائب الزمان تجعل الناس يهيمون خلف شعارات لا يعرفون غاياتها، مثل ما حدث قبل بضع سنوات فيما يعرف بالربيع العربي أو غيره. هذه الفوضى تدمر البشر وتدمر الدول وتدمر الإنسان، ولذلك ها هنا نستحضر نعمة الاستقرار السياسي والاستمرارية السياسية والشرعية السياسية الراسخة للدول التي ليست بحاجة لشعارات من هنا وهناك. أيضا هذا اللحمة الواحدة داخل شعب الإمارات وداخل المقيمين في دولة الإمارات، هذا التعاطف العالمي الذي اجتاح العالم في وفاة الشيخ خليفة رحمه الله، وهذه الثقة في مكانة وقيمة وقوة دولة الإمارات العربية المتحدة، كلها مؤشر على أن الشيخ خليفة رحمه الله قد أدى الأمانة وقد سلم شعبه في أحسن حال.